أما بالنسبة للميديان، الميديان قانون شو يقول؟ يقول الأل زائدا ان تقسيم 2 ناقص ان 1 تقسيم اف ام في دلتا. زين، احنا نجي بالتفصيل. اول شيء هو بالسؤال شو طيني مطيني جدولين. طبعا لازم ايش عدي اني عدي الميد بوينت وعدي الكوموليتيف فريكونسي. طبعا احنا قلنا الميد بوينت انا شلون اقدر استخرجه من جمع الحدين، من جمع الرقمين، معدي كلاس انا كلاسات اجمع هذين الرقمين 6 ونص زائد 7 ونص تقسيم 2 راح يطلع زياده، راح يطلع لي 7. الدور الرقم الثاني وامشي على الكل، شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي الميد بوينت. لطيف، زين الكوموليتيف فريكونسي شلون اقدر استخرجه؟ قلنا اقدر استخرجه، واستخراجه يعتمد لي على يمن، يعتمد لي على النمبر اوف تشيلدرن، يعتمد لي على يمن على الفريكونسي. فالرقم الاول انزله نفسه، الرقم الثاني اجمعه ويا الاول. شلون يعني؟ يعني 5 زائد 1 6. لطيف، دو شنو؟ 11 زائد 5 زائد 1 17. حلو، 9 زائد 11 زائد 5 زائد 1 26، وهكذا. شو راح يطلع لي؟ يطلع لي الكوموليتيف فريكونسي. فانا اخذ قاعده، كل ما يطلب من عندي الميديان بالجروب داتا شو استخرج؟ استخرج الميد بوينت والكوموليتيف فريكونسي. هاي اول خطوه. زين، الخطوه الثانيه شنو هي؟ الخطوه الثانيه شنو هي؟ يقول لازم تحدد لي الوسيط، الرقم اللي راح اشتغل عليه. وين تقدر تشتغل عليه؟ يقول اشتغل عليه بالكوموليتيف فريكونسي. شلون يعني؟ قال لي تقسم لي الان. قلت له شنو الان؟ قال لي انا قلت لك قبل الان هي مجموع الفريكونسي. قلناها وين؟ بالمين مال الجروب داتا. الان مجموع الفريكونسي اجمعها اذا النتيجه يطلع لي، راح يطلع لي 30. هاي 30 قسمنيها على 2. قلت له حلو، 30 تقسيم 2 15. يقول لي هاي ال 15، هاي ال 15 شنو الوسيط مالتها من الرقم اللي يتضمنها بالكوموليتيف فريكونسي؟ قلت له، قل لك انا ما اعرف تضمنها الوسيط، احكي لي مثل ما هي. قال لي الرقم الاكبر من عندها. شنو الرقم الاكبر؟ اكبر من 15 واقرب الى 17. اذا مثلا خلينا نفترض لو كان مثلا 25، ايش راح اختار؟ راح اختار 26. مثلا كان 24، ايش راح اختار؟ هم راح اختار 26. يعني الرقم اللي يكون شنو اكبر منه. حلو، هاي خوش معلومه. جيد، فانا مطلع لي اللي الرقم اللي يتضمن ال 15 هو 17، ايش راح اشتغل؟ راح اشتغل انا على هذا المسار، على هذا الخط. حلو، زين. اول شيء انا بالقانون ايش عندي؟ عندي دلتا. شنو الدلتا؟ الدلتا عبارة عن هذا الكلاس اطرحه، يعني 8 9 ونص عفوا ناقص 8 ونص زيد يطلع لي 1. حلو، صارت عدي الداتا زيد، صارت عدي الداتا 1. لطيف، زين. بعد ايش عندي يعني بالقانون؟ يقول لي عندك الال. زين، انا شلون اقدر استخرجه؟ الال عبارة عن الاصغر رقم بالكلاس اللي صارت عليه. زين، شنو صارت عليه؟ احنا مو قلنا 17 هو الوسيط على هذا المسار عمر راح اشتغل انا عليه. فاصغر رقم بالكلاس شنو عندي؟ 8 بالكلاس، طبعا بس بهذا الكلاس هاي 8 ونص الى 9 ونص. شنو اصغر؟ يا اصغر 8 ونص اكيد اصغر من 9 ونص. فهذا الرقم ايش بيه يعتبره؟ راح اعتبره شنو؟ الال. لطيف، زين. الان على 2 شنو عندي انا؟ عندي الان قلنا شنو؟ مجموع الفريكونسي، سميشن مالت من مال الفريكونسي. شنو عندي؟ 30 تقسيم 2 15. زين، الان شنو الان وين؟ يقول لي انت مو قلت ال 17 هي اللي تضمن ال 15؟ قلت له اي. قال لي بس قبلها برقم. قبلها شنو برقم؟ هو هذا الانوان. قلت له حلو، قلت له انا 17 اختاريته هو اللي يضمن ال 15. ال 15 قلنا شلون طلعناها؟ طلعناها 30 على 2، فهو هذا 17 اللي يضمن شنو؟ ال 15 قبلها برقم، هو هذا الانوان. فناقص زيد ناقص 6 تقسيم الاف ام. زين، سائل يسال، زين يقول اف ام هاي شلون اقدر استخرجها؟ اقول له هاي ال 11. انت ايش عندك هنا؟ عندك الرقم اللي قبال، مو احنا قلنا نشتغل على هذا المسار ولا اللي بالفريكونسي انا استخرجه اعتبر هذا شنو؟ الاف ام. هاي وبكل سهوله. والدلتا قلنا احنا 9 ونص ناقص 8 ونص زيد 1. ال 11 شنو هاي؟ الاف ام. شلون طلعتها؟ على هذا المسار قلنا اشتغل اني هذا 17 9 11، هذا ال 11 بالفريكونسي. طبعا مو راح استخرج 9، لا استخرج اللي بالفريكونسي. اللي 11 اعتبره اف ام، واطبق القانون وبكل سهوله. شوف شلون هنا نطبق. طبق الال قلنا اصغر رقم بالكلاس اللي هي 8 ونص زائد الان على 2 30 على 2 قلنا الان هي عباره عن مجموع الفريكونسي سميشن الفريكونسي ناقص ال 6
ستة ما جبناها، قلناها قلنا نجيبها بأنه أنا هذا المساق راح أشتغل عليه 17 اللي تتضمن إلى 15 قبلها برقم أعتبره N1 اللي هي ستة. حلو، تقسيم جي تقسيم ال 11، احنا مو قلنا المسار اللي اشتغل عليها هو هذا، مو هذا قلنا، فهاي ال 11 بما بالفريكونس ناخذها لو كان غير رقمها عادي. حلو، بعد ايش عندي؟ عندي في واحد، هالواحد من جانا الدلتا، قلنا الدلتا شنو عباره؟ عباره عن 9.5 ناخذ 8.5 مالت من مالي كلاس وحاصل فاصل واطلع الحواصل وهذا هذا كل ما بالسؤال. هذا شنو طلعنا هسه؟ طلعنا الميديان وهو المطلوب. لما نجي هسه نجي للمود، المود طبعا يعني وبكل سهوله شلون نقدر نستخرجه؟ شوفوا طبعا يقول لي المود تقدر تستخرجه من اكبر رقم بالفريكونسي. ايش بيه هذا اكبر رقم بالفريكونسي؟ انا جاي عند هنا اكبر رقم، قلت له ال 11، قال لي ال 11 شي قابلها بالميد بوينت؟ قلت له يقابلها التسعه، قال هي التسعه المود. قلت له طيب، قلت له علي ما فهمتها. قال لي اكبر رقم بالفريكونسي، اكبر رقم ايش عندك هنا؟ قلت له عندي اكبر رقم 11. قال لي شي قابله بالميد بوينت؟ قلت له قابله التسعة. قال لي هي تسعة المود، اكتب المود تساوي شنو؟ تسعة، وانتهى السؤال. موضوع سهل ولطيف ويجي دائما.